تنتج شركة أدنوك للأسمدة منذ نحو 40 عاماً السماد النيتروجيني الأكثر استخداماً في العالم، واليوم تواصل جهودها في دعم خطط أدنوك الطموحة لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتسويق المشتقات البترولية المختلفة ومنها الأسمدة الأساسية. يعد هذا المشروع المشترك بين أدنوك وشركة OCI خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف. ستجمع هذه الشراكة بين عمليات شركة أدنوك للأسمدة وأصول شركة OCI القائمة حالياً في المنطقة، والنتيجة تأسيس شركة عالمية رائدة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية الأساسية للأمن الغذائي العالمي، وأكبر منتج لهذه المادة الحيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك قواسم مشتركة بيننا وبين شركة OCI، فلدينا نفس الطموحات لبناء وتطوير مشروعنا المشترك لصناعة الأسمدة، ونحن على ثقة بأنها الشريك المناسب لمرحلة النمو القادمة.